أعلن الجيش العراقي تقدم قواته باتجاه المطار في الجانب الغربي من مدينة الموصل. وقال مصدر عسكري أن قوات المشتركة من الشرطة الاتحادية والرد السريع بدأت بالتقدم بإسناد مدفعي وجوي من طائرات التحالف الدولي نحو المطار. كما أكد المصدر أن الحملة تمكنت خلال يومين من استعادة السيطرة على 17 قرية، وأن العمليات الجارية تهدف إلى استعادة السيطرة على الجانب الغربي من المدينة، ذلك بعد أن تمكنت القوات الأمنية من بسط سيطرتها على الجانب الشرقي بالكامل. من جهته حذر المتحدث باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ماثيو سولتماريش من أن أكثر من 250,000 مدني قد يضطرون للنزوح نتيجة للوضع السيء والمرعب في مناطقهم بسبب القتال. تشير التقديرات إلى أن حوالي 250 ألف شخص قد ينزحوا، وهناك أكثر من 217 ألفا فروا من القتال منذ بدء الهجوم في 17 من أكتوبر من العام الماضي، ونحو 160 ألف شخص من هؤلاء مشردين. البعض عادوا إلى منازلهم في المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها، لكن الوضع ما زال خطيرا وسيئا ومرعبا بالنسبة لأولئك الذين يجدون أنفسهم محاصرين ومتضررين من القتال. لمتابعة المزيد من التفاصيل حول تطورات الوضع في الموصل ينضم إلينا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. إذا طارق، كيف تتقدم المعارك الجارية باتجاه المطار في غربي الموصل، وكيف يمكن أيضا أن يساهم استعادة مطار الموصل في تسهيل باقي العمليات في الجانب الغربي؟ سارة، هنالك أكثر من مسار ومرحلة للخطة التي وضعتها قيادة العمليات العراقية المشتركة. هذه الخطة تقضي أولا بإحكام الطوق، إحكام الطوق الذي تفرضه وحدات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب من جهة، وكذلك وحدات مدرعة من الشرطة الاتحادية حول معسكر الغزلاني، وكذلك حول مطار الموصل في الجهة الغربية من المدينة. هذه النشاطات أو هذا الحصار يتواصل منذ 3 أيام مع تواصل القصف المدفعي والجوي الذي تنفذه طائرات التحالف الدولي أو طائرات الاف 16 العراقيه التي تواصل غاراتها ليلا ونهارا. بالتزامن مع هذا المحور، هنالك محور اخر بدا ينشط منذ صباح هذا اليوم، حينما تقدمت فصائل منتخبه من الحشد الشعبي في المحور الغربي، وقد تم رسميا اطلاق يدها في المحور الغربي. تمت هذه العمليات منذ فجر هذا اليوم ولحد الان، واسفرت وفقا لبيان قياده العمليات المشتركه عن بسط السيطره على قريتين. مع تواصل هذه العمليات هنالك إشراف مباشر من وزير الدفاع العراقي عرفان الإحيالي الذي وصل إلى ناحية حمام العليل التي لا يفصلها سوى 60 كيلومترا فقط عن العمليات العسكرية للإشراف على نشاطات وتقدم الحشد الشعبي الذي كلف بإحكام الطوق على قضاء تل العفر دون أن يسند إليه دور في اقتحام هذا القضاء ذو الغالبية التركمانية، مع تأكيد قيادة العمليات المشتركة على أن الفرقة 15 من الجيش العراقي هي من ستقوم بعملية الاقتحام. إليك سارة. أشكرك جزيل الشكر طارق ماهر، كنت معنا من بغداد.